مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في كافة مناطق المملكة، لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وبشكل عام تصبح الأجواء تقريبا دافئة في النهار. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة العربية السعودية ستكون خلال الأيام القليلة القادمة تحت تأثير كتلة هوائية دافئة وذات درجات حرارة أعلى من المعدلات بقليل، بحيث تكون الأجواء بشكل عام دافئة في معظم مناطق المملكة، خاصة المناطق الوسطى والغربية والجنوبية من المملكة. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، الأجواء لطيفة وتظهر بعض السحب المنخفضة، لكنها تميل إلى البرود في ساعات الصباح الباكر، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 14 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، بنلاحظ أن هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، اعتبار يوم الثلاثاء والأربعاء ترتفع والخميس ترتفع أيضا، ارتفاع درجة إلى درجتين كل يوم عن اليوم الذي يسبقه، وبالتالي ستكون الأجواء في الرياض خلال الثلاثة أيام القادمة معتدلة في النهار، لطيفة بالليل. العظمى المتوقعة في الرياض يوم الثلاثاء 27 والصغرى 17 درجة. يوم الأربعاء ارتفاع قليل، بتكون الأجواء معتدلة في النهار ولطيفة بالليل. العظمى المتوقعة 29 والصغرى المتوقعة 17 درجة مئوية. أيضا يوم الخميس أجواء مشمسة معتدلة مستقرة، العظمى المتوقعة 30 درجة، والأجواء أثناء الليل لطيفة، وأيضا درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية، المناطق الشمالية أجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل إلى البرودة أثناء الليل. تبوك 22/10 أجواء مشمسة، سكاكا 25/9 أجواء مشمسة، وأيضا عرعر 23/8، إذن أجواء مشمسة لطيفة نهارا تميل إلى البرودة أو باردة نسبيا ليلا. أما المناطق الغربية أجواء دافئة بالنهار لطيفة بالليل. المدينة المنورة 29/18 وجدة 31/21، مكة المكرمة دافئة إلى حارة نسبيا 33/20، والطائف لطيفة في النهار تميل إلى البرودة ليلا، العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية الغربية، الأجواء طبعا لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلا في الباحة وأبها، العظمى المتوقعة في الباحة 22 والصغرى 14، أبها 21/11، لكن جازان أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، الدمام 24/15، لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، الإحساء 26/15، حفر الباطن أجواء معتدلة إلى لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا، العظمى المتوقعة 28 لكن الصغرى 10 درجات مئوية. أما منطقة الرياض والمنطقة الوسطى، أجواء معتدلة إلى لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرودة أثناء الليل، حائل 23/12، بريدة 28/14، الرياض معتدلة نهارا لطيفة ليلا 27/17 درجة مئوية. مشاهدينا، نشكر لكم إصغاءكم، شكرا لكم، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.